صباح الخير على حضراتكم. مجموعة من الرسائل والتصريحات المهمة والحاسمة أيضا خلينا نقول وجهها امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المداخلة الهاتفية اللي طلع فيها سيادته في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب. كان بتتعلق بعدة ملفات الحقيقة وقضايا، لكن خلينا نقول إنه العنوان الأول والأهم فيها هو قضية البناء المخالف والعشوائيات أيضا. قال وبصراحة إنه بعد 3 سنين لم تعد المبالغ المطلوبة لتطوير القرى والعشوائيات هي المشكلة، يعني 500 مليار ما بقتش هي اللي بتسبب مشاكل، المشكلة هي الإجراء التنظيمي أو الهندسي اللي محتاجين نعمله، لأن كل قرية مختلفة عن الأخرى. أيضا تحدث إنه إحنا عندنا مشكلة وكبيرة ومحتاجين نتكاتف، مش علشان ننهيها ولكن علشان ما تزيدش أكتر. نتكلم عن أكتر من حاجة إحنا محتاجينها، محتاجين لحوالي من 3 ل 4 تريليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر، محتاجين نوفر للناس كمان حاجات تناسبهم أكتر. أيضا سيادة الرئيس كلف الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل مراكز المحافظات الرئيسية، وكان له تعليق علق بشكل مباشر على قضية عمارة فيصل اللي كلنا تابعنا اللي حصل فيها اللي اتحرقت، كمان عمارة اسكندرية المايلة، وقال إنه في مشكلة حقيقية موجودة نتيجة إنه الدولة كانت غايبة حسب تعبير سيادة الرئيس لسنوات طويلة. الواقع بتاع عمارة اسكندرية، عمارة فيصل، ما هو إلا تجسيد حقيقي للواقع اللي إحنا فيه. طيب خلونا نفند كده الحقائق دي اللي تحدث عنها سيادة الرئيس، ونحط إيدينا أكتر كمان على حجم مشكلة العشوائيات لأنها مشكلة هامة جدا، مع سيادة النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. أهلا فندم، صباح الخير. أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نبسط للناس ونشرح لهم علشان تبقى الناس كلها تكون معنا في الصورة، حجم مشكلة مخالفات البنى والعشوائيات اللي تحدث عنها سيادة الرئيس امبارح في المداخلة. يعني طبعا زي ما في البداية طبعا احنا لازم نتوجه لسيادة الرئيس بكل الشكر والتقدير، لأنك أنت أمام الحقيقة حالة فريدة، حالة جديدة. أنت أمام رئيس جمهورية متصل بالواقع، متصل مع الإعلام. يمكن زي أكيد أنت غطيته، أنا كنت قبل سيادته بتكلم عن الموضوع ده وباستفاضة شديدة مع الإعلامي عمرو أديب، وهو سيادته يعني ما تأخرش ودخل واتكلم وعقب، ويمكن كل ما جاء به من إشارة وتوصيات وتوجيهات يتسق مع رؤية البرلمان ورؤية لجنة الإدارة المحلية في هذا الملف. احنا تحدثنا وقلنا ان الدولة المصرية كانت في غيبوبة على مدار 40 و50 سنة في هذا الملف، نتج عن هذه الغيبوبة الواقع اللي احنا شايفينه اللي هو واقع صعب جدا، وسيادة الحقيقة اكد هذا الامر. وده انت على شيء امثلة بعينها في الحقيقة، يعني في كل التحية والتقدير لسيادته لهذه الواقعية. الملف طبعا ملف ثقيل، بيحتاج لوقت، بيحتاج لاتصال ما بين السلطة التنفيذية بكل مكوناتها وداعمة لها سلطة التشريع والرقابة والإعلام المتمثل في حضراتكم في تشكيل وعي لدى المواطن في أهمية التعاون معنا في كافة الإجراءات التصحيحية والتصحيحية اللي احنا بنمشي فيها في هذا المقام. زي ايه؟ احنا مثلا بنتكلم على مسألة التصالح. الناس كانت متصورة ان التصالح حصيلة فقط، الدولة مستهدفة حصيلة، والايام اثبتت ان الدولة لا تستهدف حصيلة وانما تستهدف التعرف على العقارات الموجودة بناء مع قاعدة بيانات ومعلومات رقمية للعقار، تستطيع من خلال الاجهزة المعنية زي مين؟ زي الناس بتوع ترخيص المحال، زي الناس بتوع الحماية المدنية. ما طول ما العمارة ملهاش شخصية لدى الجهة الإدارية، يعني مش معروفة، مش باينة قدامها، يبقى ملهاش هوية وملهاش هوية. فبالتالي الأسرع المهنية انها تشوف السلامة الإنشائية لهذا العقار، تشوف المحلات اللي فيه ممكن تكون مكملة إجراءاتها ولا تستمر بالضبط ولا هتسبب مشاكل زي ما حصل، ولا هتسبب مشاكل. لما ده بيحصل فخلاص يبقى انت بتقللي بقى ان حريق زي ده يتم، تقللي ان عمارة تبقى مايلة الى اخر. عندك اشكالية كبيرة جدا اللي فخامة الرئيس تحدث فيها، هي ان فعلا بالملايين
انت ما بتتكلميش في 1000 وحدة ولا 2000 شقة ولا لا، انت بتتكلمي في ملايين من الوحدات السكنية اللي بتتضمنها تلك العقارات واللي اوريدي مشغولة بالسكان. فهنا الحلول عمرها ما هتكون بين ليلة وضحاها. لكن اللي احنا بننادي بيه وبنعمل عليه وربنا يا رب يوفقنا ويسر لنا الامور فيها، هو ان احنا ننتقل من الارتجالية في التعامل مع مثل هذه الملفات والحوادث الى العمل المؤسسي. يعني ما نشتغلش على رد فعل ولكن نشتغل على رصد حقيقي للقطع، ونبدأ ناخده بمرحلة مرحلة على مستوى الوحدة المحلية الأدنى. وده ملف طبعا كبير جدا، مش هيسع الوقت ان احنا نتكلم فيه في تفصيل، لكن انا اقصده اختصره لان الإدارة التصحيحية لهذا الأمر تكون مبنية على خطة تنفيذية واضحة المعالم مقرونة بسقف زمني واضح برضو لدى الجميع، والإعلام يساعدنا في تشكيل الوعي لدى المواطن، عشان بدون تعاون المواطن احنا مش هننجح في إصلاح الأمور. ده كمان دور مهم، دور انه احنا نعرف الناس وفهمهم، واحنا في محاولة لده طول الوقت يا فندم. لكن بدنا نتكلم عن وضع العمارتين تحديدا اللي اتكلم عنهم سيادة الرئيس امبارح كنموذج من الواقع اللي بنعيشه زي ما قلت في الاول. خلينا اسالك، نقدر نعرف من حضرتك حجم البناء المخالف اللي بنعاني منه؟ لانه يعني بالتاكيد الوضع غير قاصر على هذه النماذج وسقط. شوفي العدد رقم يعني معلوم من امرين. الامر الاول هو عدد المخالفات اللي اوريدي مقيد بها جناح، يعني بقت جناح في المحاكم، ودي تقريبا في حدود 3 مليون حسب ما الحكومة أعلنت. وده الرقم الحقيقة بعيد خالص عن الواقع، لأن الغالبية العظمى من البناء المقدس والبناء العشوائي سواء الآمن أو الغير آمن هو مش معمول لمحضر مخالفات. فبالتالي انت ابسط حاجه ان حضرتك وانت ماشيه في الطريق الدائري، في اي طريق دائري في اي عاصمه محافظات، بتلاقي هذه المشكله. فالعدد يعني خلينا نكون صراحه، العدد كبير جدا جدا فوق ما اي حد يتخيل. وعشان كده احنا بنتكلم في ان المساله هتاخد وقت لتصحيح الامور، لكن برضو لابد ان احنا نبقى متفقين ان في معظم هذه الاعداد هي عقارات امنه. يعني ايه؟ يعني اتبنت بدون رخصه، ولكن البنيان الانشائي وامنها من حيث انه ما يحصلش سيناريو زي اللي حصل من كام يوم ده، كان سيناريو امنه من ناحيه يعني ما حصلش فيها عماره الاسكندريه المائله دي. شكرا لمتابعه حضراتكم، بعتقد كمان شكرا موصول لسياده النائب، بعتقد دي كانت من الملفات الاهم، بالذات انه سياده الرئيس امبارح في مداخله هامه اتحدث عنها، تابعناها مع حضراتكم. نشكركم على المتابعه، وتابعونا دائما في متابعات متفرده. الى اللقاء.